السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق محاربي الصحراء، كل ما عليكم لمتابعة مباراة منتخب الجزائر في موعدها أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع للمباراة الودية الاستعدادية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستجمع بين منتخب الجزائر وبوروندي في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز في هذه المباراة التحضيرية. كل ما عليكم لمشاهدة هذه المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. وستذاع المباراة في عصر الثلاثاء عبر القناة الجزائرية الأرضية في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت الجزائر. ومن الممكن متابعة المباراة عبر قمر النايسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، ولكن لا تقلقوا سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم لمشاهدة المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.